أصبحت ظاهرة الفاشينيستا على مواقع التواصل الاجتماعي محط أنظار الكثير من الشابات في العالم العربي. مواقع وتطبيقات التواصل باختلاف أنواعها باتت منصة خاصة بهن، يستعرضن فيها أهم وأحدث المواضيع العصرية المختلفة كصيحات الموضة والتجميل والصحة، إضافة إلى جوانب من حياتهن الشخصية لجذب ملايين من المتابعين، ما يجعلهن فيها وجوها تسويقية تتسابق عليها الشركات لتقديم إعلاناتها. إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا السعودية لمى عجيل تنضم إلينا في الاستوديو لتحكي قصتها وتفاصيل وخفايا هذا العالم. أهلين، صباح الخير في البداية. صباح الخير، شكرا لاستضافتكم لي. حياك الله. بسألك في البداية أنه هل عالم الفاشينيستا الحين خصوصا في الوقت الحالي يعني كثروا في دخولهم في هذا المجال، منها اللي طلعت ونجمت، أيوه، ومنها اللي تخبطت، ومنها ما زالت تتخبط، صح، ومنها اللي اختفت، أيوه، هل في أسس معينة مفروض أنه الوحدة تبني عليها أساس توصل لهدفها؟ طبعا أكيد في أسس معينة، لأنه مو أي أحد يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن ينجح. يعني فالمفروض الإنسان يكون على طبيعته ويكون عنده مصداقية ويكون قريب من متابعينه. وغير كذا لازم في أشياء كثيرة تعرضينها بشكل عام، سواء كان حياتك الخاصة، صح، أو اقتنائك للملابس اللي أساسا يمكن لسه ما نزلت فتحاولين تستعرضينها قبل نزولها. أكيد هذا مرهق. مرهق جدا. ومكلف. مكلف جدا، مع انه اكثر الناس يحسبوا ويقولوا انت تجيك الاشياء ببلاش وكذا، بس لا، هو مكلف اكثر من العادي، لانه دائما المفروض في تجديد، تجديد في اللوك، تجديد في اللبس، في فاكيد مكلف. طيب تسأل يعني انا ما زلت يعني ما زلت ابحث عن انه ايش الطريقه المثلى على اساس البنات اللي داخلين المجال هذا انها تتبعه وتسلكه، يعني هل في قاعده معينه وفي خط لازم ترسم الوحدة عشان تنطلق صح؟ أوكي، أكيد المفروض الوحدة يكون عندها يعني شيء محدد أو طريق محدد. عارفين كيف؟ فما ينفع الوحدة تكون مثلا تطلع بدون هدف وتسوي كل شيء. يعني مثلا أنا أعمل دائما I focus on fashion, beauty, lifestyle، أشياء البنت، يعني أحب أقعد أركز على شيء معين، مو أني أدخل في كل شيء. عارفين، فالمفروض الواحد يكون عنده طريق، لأن الواحد لما يبي يتابع حيعرف بيتابعني ليش، حيكون اهتماماته اهتماماتي. لما أنت كانت عندك هذه الاهتمامات قبل أساسا يكون في سوشيال ميديا، أكيد، وكنت قريبة منها، فأنت إيش هدفك تحديدا؟ أنك توصلي هذه الرسالة حقت الجمال وحقت الموضة، ولا عندك رسائل اجتماعية أخرى تبغى توصليها ولكن تبغى تكسبي أول شيء جماهيرية؟ أوكي، أنا في أكثر شيء أحب أقوله للناس اللي متابعيني وحتى للناس اللي في حياتي الشخصية، أنه أهم شيء الجمال الداخلي، لأنه الجمال الداخلي حيعكس على الجمال الخارجي. يعني لما أنت تكوني طبيعية، لما تكوني طيبة متواضعة مع كل الناس، حيبان جمال. انت كذا؟ ايوه الحمد لله. غيرة البنات. كيف دبروا نفسك؟ انا طلعوني من لا ما شاء الله عليك طبيعيه، لو يشوفوا ما في حتى مكياج الا شيء خفيف. بسالك لما عن شغله معينه، يعني احنا نلاحظ الفتره الاخيره انه حتى القضايا الاجتماعيه صاروا الفاشينيستات يبدون رايهم فيها، هل هو مطلوب فعلا ولا أنه المفترض أنه تتفرغ لمجالها تقول وتتحدث عن ما تفهمه وتبتعد تماما عن القضايا الاجتماعية؟ أوكي، بطبيعة الرأي العام يعني. أيوه أوكي، بطبيعة إحنا زي ما يسمون المؤثرين، لازم مرة ننتبه لكلامنا، لازم يعني في أشياء ما ندخل فيها، يعني في مواضيع ما المفروض ندخل فيها، لأنه اليوم في جرائم إلكترونية، في قضايا، في أشياء زي كذا، فالمفروض الواحد ينقي كلامه، يختار المواضيع اللي يتكلم فيها، وما يكون مثير للجدل مرة، مع أنه الناس طبيعي حبوا يشوفوا مثلا الأشياء المثيرة للجدل، وهذا شيء حيشهر الإنسان زيادة. بس يعني والأضواء ترى غدارة، يعني أيوة، كل الأضواء عليك، فجأة تبغي تدخلي وتصيري أنت اللي فاهمة في كل شيء. أيه، هذه مصيبة ترى. أكيد أكيد. بس قضايا اجتماعية مثل إيش اللي مفروض أنها تبتعد عنها، وأساس أنها كمان هي لأنها جزء من المجتمع فأكيد يكون لها رأي. يعني مثلا السياسة، مثلا التطرق في الدين بزيادة، يعني في أشياء
ما المفروض يعني نتكلم عنها احنا مثلا. انا شخصيا انا ما احب ادخل في دي المواضيع لانها تسبب جدل، تسبب مشاكل، تسبب اشياء زي كذا، فاحب يعني I keep it safe. ايوه طيب لما انت ما صار لك فتره طويله طالعه وحظيتي باكثر من فرصه ان حتى مؤتمرات عالميه جالسين يدعونك، كيف صار التواصل؟ هل انت سعيتي لهذا الشيء؟ هل تصاحبتي مع فاشينيستات ثانيين فهم سهلوا لك هذا الشيء، ولا هل فعلا جتك هذه الاتصالات وتفاجأتي فيها؟ والله الحمد لله توفيق من ربنا اكيد. انا الصراحه انصدمت، يعني انا ما توقعت انه حيكون بذي السرعة، واتوقعت انه حيكون عندي الحمد لله فرص اني اشتغل مع اكثر الماركات اللي احبها في مجال الازياء، مجال المكياج، مجال المجوهرات. الحمد لله. كعارضات يطلبوكم ولا الترويج هذا؟ لا ترويج اكثر. ايوه. انت متزوجة لما صح؟ ايوه. زوجك ما عارض ابدا؟ لا الحمد لله. ولا اهلك؟ لا بالعكس، اهلي مره يساندوني، زوجي يساندني، وهذا اهم شيء عندي يعني. برافو عليك. الحمد لله. ايوه هو جزء اساسي عشان الثقه اكيد. ايوه وفي الاخير ما حكون ابغى اسوي شيء ما يرضي اهلي او زوجي. طيب علاقاتك الشخصيه مع باقي الفاشينيستات، عندك صديقات مقربات تتشاورون مع بعض، خاصه يمكن سبقوك في هذه التجربه، تثقي فيهم؟ ايوه اثق فيهم، واعرف كثير من البنات اللي في السوشيال ميديا، وبالعكس احب لما اشتغل مع بنات. يعني انا اشوف انه هذا المجال فيه يعني مكان لكل احد. عارفين، فاحس بالعكس ما في داعي للمشاكل والغيره، يعني كل واحده بتوصل رسالتها، كل واحده لها شخصيتها، وحلو لما كلنا نتعاون. او يعني انا انبسط لما يكون عندي شغل مع غيري، مثلا نسافر اصير اعرفهم على سبيل شخصي، يعني حلو يعني، وكل واحده تحكي تجاربها مشاكلها، يعني يصير نتكلم نعطي بعض نصايح. مين اكثر واحده من زميلاتك يعني في زميلات المهنه من فاشينيستات في دول الخليج تجذبك؟ قريبة من شخصيتك؟ قريبة من شخصيتي والله ما في أحد محدد. أيه. جواب دبلوماسي هذا. لا والله. مثلا أيوة. مين يعني مين يلفت انتباهك؟ لا كثير، يعني أحب مثلا كل واحدة فيها شيء يميزها عن غيرها، كل واحدة أحب أتابعها عشان شيء. بس في بعض الفيديوهات تجمعك مع أشخاص بأسماء معينة، فحابين أنك أنت تقولي أسماءهم القريبين منك، وحتى بسفرياتكم كذا باين من الفيديوهات أنكم قريبين من بعض، وحتى الفيديوهات تجمعكم. أوكي أنا ريسنتلي بيان الجاوي من السعودية، ريسنتلي كمان كان عندي سفرة على إيطاليا، كانت مع كثير من السوشيال ميديا انفلونسرز زي مثلا فوز الفهد. مين كمان تقول فوز هي اقرب واحده خليجيه؟ ها خلي مثال. لا لا ايوه لا يعني كلهم العلاقه يعني. طيب عموما كل واحده في بلد. كل واحده ايوه عليك وجوابك جدا دبلوماسي. هذا ندلدل على ذكائك، يعطيك العافيه. طبعا لما عقيل الفاشينيستا السعوديه، شكرا لوجودك. شكرا شكرا شكرا.